حلقة الفترة المسائية ستكون بإذن الله تعالى في تمام الساعة الثانية من بعد ظهيرة هذا اليوم من ثلاثة أصحاب السمو الشيوخ لسن لقايا. نذهب إلى المقدمة، نذهب إلى المركز الأول وإلى مقدمة الشو. من يسيطر مشاهدين الكرام مع المقدمة؟ هملول محمد بن سهيل الإبهوري ينطلق هملول مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. المركز الثاني مشاهدين الكرام شاهين سهيل بن محمد الذويب العامري ينطلق شاهين مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم من ناصي سعيد بن سليم بشويرب العامري ينطلق مع المركز الثالث. رابع المراكز وصول من حربي مشاهدين الكرام حميد بخادم بن حميد المنصوري ينطلق مع المركز الرابع ومع المركز الخامس في هذه اللحظات. من ينطلق مشاهدين الكرام ويتقدم بكل قوة؟ القدوم مشاهدين الكرام مع المركز الرابع يغير في هذه اللحظات من الرامي راشد بن علي بن نويصر المنصوري ينطلق هنا يغير مباشرة إلى المركز الثاني. نعود مع المركز الخامس أو سادس المراكز في هذه اللحظات. من يصل مشاهدين الكرام وينطلق هنا يتقدم هملول مبخوت بن سالم بن مبخوت المنهالي مع المركز السابع وفي ثامن المراكز. من ينطلق هنا ينطلق الصدارة المركز الثاني شاهين سهيل بن محمد بن ذويب العامري وصل هنا هاب الريح. تعود الملكية مشاهدين الكرام لحمد بن محمد الفيل بن بيشان العجمي الكل بدي ينطلق وصول وتقدم هنا من وصل فرسان مبروك بن بركات بن عبيد الله العديني وصل هنا ولكن القادم أحلى يا سلام وصول وتقدم ممتاز من مغادر هادف بالحزمي بن قناص العامري ما يبنى الطاري إلا في هذا الموقع مباشرة مع المركز الثاني. ولكن مشاهدين الكرام الحذر الحذر 500 متر أخير يا أبو عبيد محمد بن عبيد مسويد العامري ومن الجانب الآخر هنا مغادر مغادر والحذر الحذر ومغادر في صراع الأبطال في صراع الأبوياء. قدوم مشاهدين الكرام من مروع علي بن مانع أبو دواس العجمي ينضم مع المركز الثالث ولكن الصدارة هو الحذر الحذر وهو متحذر يبي الفوز يبي الناموس يبي الانتصار يهديه مالك محمد بن عبيد بن سويد العامري ما شاء الله وتبارك الله على هذا الأداء المميز والعروض المميز الذي قدمهم مشاهدينا الكرام. الحذر غادر بالفوز غادر بالناموس تهانينا والناموس لمحمد بن عبيد بن سويد العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مغادر هدف الحزم القناص العامري. المركز الثالث مشاهدينا الكرام وصل في ثالث المراكز هنا اللي هو المركز الثالث. مروع علي بن مانع ابو دواس العجمي اما المركز الرابع كان من نصيب مشاهدينا الكرام اللي هو فرسان مبروك ومبركات عبيد الله العديني. المركز الخامس المركز الخامس المركز الخامس شاهين سهيل بن محمد بن ذويب العامري. هكذا كانت النتيجه مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس لجميع الفائزين. وفي انتظار التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام أمامكم مشاهدين الكرام التوقيت الزمني أثناء انتظار انتظاره أثناء وصول الحذر لمحمد بن عبيد بن سويد العامري. أسعد الله صباحك يا أبو عبيد على هذا الفوز والانتصار. أمامكم الإعادة أثناء وصول إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. تهانينا والناموس لمالك الحذر محمد بن عبيد بن سويد العامري. التوقيت الزمني مشاهدين الكرام اللي يصاحب الحذر أثناء وصول إلى خط النهاية قطع المسافة في زمن وقدر مسافتنا 5 كيلومتر 7 دقائق 46 ثانية 6 من الأجزاء. تهانينا والناموس لمحمد بن عبيد بن سويد العامري. المركز الثاني كان من نصيب مغادر هادف بالحزمي بن قناص العامري. تهانينا والناموس قدم عرض رائع ممتاز يشكر عليه مغادر. التوقيت الزمني يا مخرجنا للمركز الثاني أمامكم الحذر صاحب المركز الأول لكن المركز الثاني يا مخرجنا 7 دقائق 47 ثانية جزء 1 من 3. هاي الهدف بالحزم القناص العامري ما وصل في ثالث المراكز مشاهدينا الكرام. مروح لعلي بن مانع ابو دواس العجمي. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام لمروح وفي انتظاره التوقيت الزمني لمروح. تهانينا والناموس لمالك علي بن مانع ابو دواس العجمي 7 دقائق 47 ثانية 4 من الأجزاء.
تهانينا والناموس لجميع الفائزين.